بغداد. أجل من بغداد. وما الذي تفعلانه في الخان وحدهما دون رجل؟ تدعياني أنهما في رحلة للترويح عن النفس. أليس أمرا غريبا يا سعد؟ بلى يا علي، إن كنت تقصد أن المرأة لا تسافر بدون رجل. وهل هي من أنصار الكلبي؟ هكذا أخبرتني ابنتها. وهذا أمر يثير الريبة أيضا. أيكون الكلبي قد لجأ إلى هذه الحيلة ليستدل على مكاني؟ لو كان الأمر كذلك لما حذرتني البنت من أمها، ولكن البنت بدت لي وكأنها تعرفك جيدا. لابد أنها هي. هذه حكاية مسلية بحق. لا تتواضع، لو كنت قد رأيتها لتفاخرت بمعرفتها، فهي فتاة رقيقة جدا، جميلة، بل بارعة الحسن والجمال. لقد رأيتها، بل ولعبتها. ماذا تقول يا علي؟ لعبتها؟ إن لها أخلاقا كريمة، فمخالفتها لأمها وتمسكها بالخير أكبر دليل على هذا. لا 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 لا. أنت تزينها لي وتثير فضولي لرؤيتها. بصراحة لولا أمها ونواياها السيئة لشجعتك على ذلك. أمها ونواياها السيئة. كنت واثقا من أنني سأراها مرة أخرى، فأمرهما جدير بالاهتمام. إنه سالم بلا شك. هيا.